احنا من ورا هذه حلقات التعليم هذه الاوقات فهي من كل الصلاه والسلام على النبي. عشان كده فده خير بقدمه للناس. جيل الخبده واحد، جيل الخبده مليار واحد، جيل ما جاش حد خالص. هذا امر تنفيذ لما امرني الله به وامر به كل مسلم، وهو تعليم وتبليغ دين الله لكل الخلق حتى الله يرفعنا ويكرمنا تبقى حياتنا حلوه في الدنيا في الاخره. ده الهدف من ورا الايه؟ كل ده. وعشان كده تنفيذ الامر ده في قناه اليوتيوب وفي الفيسبوك وفي المواقع اللي هي يعني لحد ما الناس ما تنساش شويه زي تويتر في كده برضه حاجات كده بتيجي لايف والاسامي ده كل يوم بتطلع يعني حاجه المواقع اللي هي ماسكه نفسها دي بتعامل معاها وتقوم بما امرني الله به من خلالها كما يحب الله ولي ويحب. لا تاخد عن ولا دوت اصل اهتم وصل المشاهدات وصل الكلام ده كل ده اسالك الله الله بيريد بخير وهيستفيد وهيفيد وهيبقى في خير معاه على خير يا مرحبا. الا الله سبحانه وتعالى موليه خير في سكه ثانيه ومسائل اللي ما سايله ولا نقوم بما امرنا الله به. اما العمل مجال العمل وده نصيحه لكل الشباب لا ترك مجال عملك في السوشيال ميديا. نصيحه لجميع الشباب لا ترك السوشيال ميديا والاجهزه الحديثه في حياتك ولكن عش بطريقه الصحابه دول في حياتك. لازم عندك حفظ لازم في حياتك الواقعية عندك مشروع بتقوم بيه بتعمله يعني حاجة في الواقع بتعمله. حتى الفلوس ما تبقاش معتمد على الفلوس في كل حاجة ومعتمد على الله سبحانه وتعالى في كل حاجة. نصيحة لكل الشباب حتى لا يكون ظاهر حالك أن مصالحك مرتبطة بمخبوط. خلي مصالحك على قد ما تقدر مرتبطة بالخالق فقط. دي نصيحة لكل بيت لكل الشباب لأن إذا ارتبط المصالح المخلوق بالمخلوق دي بتبقى والعياذ بالله أسوأ أسلة. فاخرج من ارتباطك بالمخلوق ما استطعت إلى ذلك سبيلا سواء كنت ذكر أو كنت راجل أو امرأة صغير أو كبير. خلي توكلك على الله. الكلام ده إيه؟ سيدنا النبي كده قال الكلام ده سيدنا عبد الله بن عباس. نعم قال له إيه؟ يا غلام سمي الله وكل بما كل بمالك ما كان لسه ايه؟ غلام. قال له ايه؟ احفظ الله يحفظ. يبقى زي ما بيعلمه كده ازاي ياكل ويشرب ده زي تاكل والشرب كده. احفظ الله يحفظ يا اخي. احفظ الله تجده اتجاهك او امامك. اذا سالت اسال الله. اذا استعنت استعنت. بس ده كلام نبوي وبلغه عربيه وكان سيدنا ابن عمر ده طب الكلام بقى اللي في الزمن اللي احنا فيه وكلام بقى اللي هو بقى اللي في اللغه بتاع يعني العاميه اللي نقدر نفهمها لا ترتبط هو نفس الكلمتين اللي قالوا سيدنا النبي بس في اللغه بتاعتها الترجمه بتاعتهم بتاعت الزمن اللي احنا فيه ده لا ترتبط بالمخلوق في قضاء حواليه. طب ما هي نفس الكلمتين الله العظيم سيدنا الله العظيم خلي اعتبارك اه بقول لحضرتك اهو الترجمه دي خلي اعتبارك يا شباب لعل اعتبار ستكم بالله كان بقى عربي خالص عمي خالص خلي ارتباطك خلي مصلحتك مع الله بس خلاص كده ليه بكلمه دارجه كده ما بقولش ما فيش حد صالح كله بتاع مثلا ما هو المخلوق يهمه نفسه الاول دي صفه دي صفه في الناس اي حد يهمه مصلحته الاول يبقى مفيش حد صالح كله بتاع مصالح. طب مصلحتك انت بقى مع مين؟ مع رب المصالح مش هتلاقي غير مع الله. طيب الله يصف اليك بقى المخلوق اللي يدي لك مصلحتك مع ده قصه ثانيه. انما تعلم نفسك من مخلوق تتعلم نفسك مش حد مش هتلاقي حد صالح كله بتاع مصالح الا من رحم الله. طيب انت بقى هتعرف منين؟ ما انت مش عارف ده كويس ولا وحش؟ يا الكويس لا
لابس ثوب الوحش عشان ما حدش يعرفه ويزهقه، والوحش لابس ثوب الكويس عشان ينصب اكتر ويضحك على الناس اكتر وهو وحش، فمش فارق معاه وعارف ان مفيش حد يرازيه، وهو اصلا مرازيه واحد يعني، هو اصلا شغلته يرازي غيره، فهو فلابس ثوب اللي يطلع السبحه في العرب ليه؟ عشان ينصب بيه الا من رحم الله. فمش كل اللي ماسك سبت ومش كل اللي عصبي وما بقناش عارفين، طب مين اللي لا خلاف عليه؟ الله فقط، ده كويس يعني، ده طيب كريم حليم عظيم. طيب باجماع الجميع بقى الكويس والوحش كلنا عارفين ان الله طيب وكريم. طيب يبقى خلي مصالح بقى، يبقى كلمتين اللي قالوا سيدنا النبي ايه؟ يا غلام احفظ الله يحفظك، ما قالوش بقى الوالدين، ما قالوش الله، ما قالوش يعلم الطفل اللي بيقول حضرتك يا شباب اهو، خليك يا اي شاب راجل صغير اوعى تعلم او تنتظر من مخلوق اي شيء ايجابي. كان سيدنا النبي بيقول ذلك مع الناس في زمن سيدنا النبي، وخير القرون وخير الازمان وخير، بيقول له خليك مع الله سيبك من المخلوق. طب وفي الزمن الجميل بتاعنا خليك مع مين؟ خليك مع الله. ده النبي اللي بيقول له، يعني ما قالوش حتى خليك مع رسول الله يعني، لا قال له خليك مع الله، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد رجالك وقدامك الى اخره. فعايزين بقى نشوف الرجاله دي ازاي حفظ الله سبحانه وتعالى وحفظهم الله سبحانه وتعالى وغير احوالهم واكرامهم لاجل الشيء وهو الهدايه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط الايه؟ المستقيم. نشوف شوف القصه كده من القصص الجميله في حياه الصحابه. احنا بنقرا في فتره كده دعواته صلى الله عليه وسلم. الكلام اللي بيقوله اللي هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي كان ايه؟
حتى والله العظيم لو لم يكن جدي لافتخرت بيه، فما بالك ان هو جدي؟ ده ابويا. ما انا عايز اقول لك ايه؟ جد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي الناس كلها من غيره ولا حاجه، وده جدي. عايز نعمل اسيبه بقى واروح اعمل زي مين؟ قول لي انت اللي عمال تقول انت كل يوم في وسط جدي سيدنا النبي. طب ما تحكي لي يا عم اشرف. طب ماشي يعني. كلنا انا بحب سيدنا جدي. انا احيانا بعد مش مصدق ان جدي العظيم ده كده حضرتك. وشوف تفتكر حاجة عظيمة أبوك عملها أو يعني جدك عملها أو حد من العيلة، تلاقي نفسك شعرت. فما بالك بقى يكون جدك سيدنا النبي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أنت بتتكلم في إيه؟ ما تخرمين بعد الله اللي بعث الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أكرمها. الحمد لله رب العالمين. أنا ليل ونهار أقول لك يا سيدنا. ولا عايز أقول لك ده ليه جد ممثل ولا مع احترام طبعا لفنان الممثلين ولا يعني يقول لك ده من لعيبة الفلاني اللي هو كان مش عارف يلعب مكان الفلاني ده كده. جد سيدنا النبي صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تحب. الشهادات دي الشهادات ولا حاجه. كل الشهادات بتاعت الزمن اللي احنا فيه ده بالنسبه لجد، وان جد سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم والله ولا في شعر سمعني عليه، شعر سمعني عليه ولا في التراب اللي كان بسيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. يعني مش عايز اقول ولا في التراب اللي كان شعر سمعني. اكبر شهاده اللي جد سيدنا اللي بسببها الله سبحانه وتعالى ابتلى الحاجات دي. وانتوا فاكرين ايه؟ اختيارات. هيقرا كده ويقعد يقول الغراء والله يفتح عليك الغراء. هي هيصل ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هي لا ده ما معهوش فلوس وراجل ده جاي من ده هو اصلا بالنسبه للناس يعني كانت تنقلب عليكم على سيدنا طالوت والقصه دي ان هو يبقى ملك. انت الله اختيارات يا فندم، اختيارات يا باشا، مش مزاجك. مش بمزاجك ان انت تكون حد بيفهم. الله خلقك كده حد جاي. لا بقى مش كده. عندك امكانيات والله بيحاسبك على قد ما مديلك من امكانيات. انت مميز في الفهم عن غيرك. يبقى تتحاسب حساب أشد غير المتقين. يا أيها النبي بلغ أوحي إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. إيه ده؟ طب فين؟ ما أنت كده زي ما اخترتك زي ما حصل. فيعني إيه؟ كل حاجة زي يا ابني زي ما أنت ليك مميز في واحد اثنين ثلاثة زي ما تتحاسب واحد اثنين ثلاثة. فده تمييز. بس تكليف. تكليف. جدي. انا اولى الناس بان انا اقول جدي. ده الشيعه اللي يعني سيدنا سلمان الفارسي اللي ليه موقف، وعشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف بس قال سلمان ومنا قال البيت عاملين دلوقتي دوله كامله وعايزين يعملوا مادة شيعي مش عارف فين ومستخدمينها استخدام الكلمه دي. كلمة قالها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبتاع كده لشان سيدنا سلمان. الكلمة دي عاملين بيها حتى دلوقتي سياسيا مستفيدين بيها عاملين دولة وعايزين يعملوا مد شيعي وبتاع